يشتي بالدمعة ويبصوتي الحزن من بعد ينعى ويخلى أهلي المدينة الكيل تسمعى ويتعنى قبر طه نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناتي الزهراء والمهدي، أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الخاصة لذكرى وفاة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. أعزائي المشاهدين، انطلق موكب الظهور المقدس من محافظة ميسان إلى مدينة بغداد، وتحديدا إلى مرقد الإمام موسى بن جعفر لذكرى وفاته. أعزائي المشاهدين، طبعا هذا الموكب الكبير مكون من الإبل والخيول، ويسير من محافظة ميسان جنوب العراق باتجاه مدينة بغداد وتحديدا إلى الكاظمية. فكونوا معنا وهذه اللقاءات واللقطات عن هذا الموكب. هذا الغريب منيا ونهل راحة وين ونهل راحة وين ما طيب سجن ما هذا الغريب منين هذا الغريب منين ونهل راحة ونهل راحة مات بسجن مظلوم مات بسجن مظلوم بسجن مظلوم ما في بسجن مظلوم. أعزائي المشاهدين، لازلنا نتواصل معكم وهذه التغطية الخاصة لزيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام، ونحن نرافق هذا الموكب العريق، موكب الظهور المقدس الذي انطلق من جنوب العراق تحديدا من أهوار محافظة ميسان باتجاه مدينة الكاظمية. الآن معي نخبة طيبة من خدام الحسين الذين يشرفون على هذا الموكب، ومن ضمنهم خادم الحسين الحاج سعد البهدلي. أخ حاج سعد، هنيئا لكم هذه الخدمة، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. عظم الله أجرنا وأجركم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحن أهالي محافظة ميسان توجهنا لزيارة السيد ومولاي الإمام الكاظم عليه السلام تأسيا وذكرى استشهاده ونقله من سجن البصرة إلى سجن بغداد. ماذا يمثل هذا الموكب من الإبل والخيول؟ يمثل مظلومية أصحاب البيت سلام الله عليهم أجمعين، ومظلومية الإمام الكاظم عليه السلام، لأنه أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولاقى ما لاقى من الطاغية هارون الرشيد لعنة الله عليه. حج سعد، هذا الموكب يعني كم مرة يسير من جنوب العراق إلى بغداد؟ هذه المرة الخامسة إن شاء الله. إيش قد عدد المشاركين في هذا الموكب؟ وتعرف هذه ظروف صعبة و
تسيرون على طرق خارجيه من السيارات، يعني شلون هذا شقد الاعداد مالتكم؟ والله الحمد لله واشكر وفضل محبين اهل البيت سلام الله عليهم، لا توجد هناك اي صعوبات، فخدمت اهل البيت منتشرين ومتواجدين على طول الطريق من الجنوب الى محافظه بغداد. ايش وقت توجهتوا؟ يعني احنا اليوم اعزائي المشاهدين طبعا اليوم 28 4 بشهر نيسان، هم سائرين الى ان يوصلون يوم 25 رجب ان شاء الله. ان شاء الله نصل الى بغداد يوم 25 رجب، طريقنا حدود 20 يوم ان شاء الله المسيره مالتنا. شلون نشوف المسير والتسير؟ طبعا هذا كله طبعا يراد لها جهد، فشيء يعني متعب، هل تحسون بتعب؟ لا الحمد لله والشكر، احنا كل ما نقدم وكل ما نتعب ما نوصل ولو جزء بسيط لخدمة أهل البيت سلام الله عليهم، لأنهم قدموا وللبشرية كل ما يملكون، فإحنا ما نبخل عليهم واعتبر هذا جهد جدا بسيط. موفقين حجينا ونتمنى لكم إن شاء الله سلامة الوصول. أشكرك الله يحفظك. أعزائي المشاهدين طبعا مشاركين كثيرين في هذا الموكب، وراح نشوف خادم للإمام الكاظم وخادم للإمام الحسين اللي هو الآن على صهوة الجواز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاسم بالخير. عجب جبر حاج الخفاجي. احنا نقول لك عظم الله اجورنا واجوركم وذكرى استشهاد الامام موسى ان شاء الله. ان شاء الله عليكم السلام ورحمة الله. ان شاء الله هذا امام الكاظم وهذا ضعن له والموكب له. انت كم سنة شارك رايح؟ 5 سنوات. نعم. شو تشوف يعني السنة اكثر الموكب مالكم متطور، يعني الاعداد، شوف الناس اللي الان تستقبلكم على شارع العام واحنا ناب طريق خارجي، شو شوف هذا؟ يعني الفضل لله كل سنه يزود ازيد من لازم ان شاء الله. عندك رساله توجهها للدواعش؟ نقول لهم بس ان شاء الله الهضم وما يحصلون شيء بعون الله. بعون الله. احنا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والنصر المؤزر لقواتنا الامنيه ان شاء الله. مشكورين مشكورين، اهلا وسهلا، كثير هلا. ينزف دماء أعزائي المشاهدين نتواصل معكم من موكب الظهور المقدس الذي يسير راجلا من جنوب العراق إلى مدينة الكاظمية لمواساة شيعة أمير المؤمنين بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم، والآن يقف معي أحد خدام هذا الموكب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الخير. اسم علي الشبر معريبي، خادم موكب الظهور المقدس. حياك الله العمارة. حياك الله أخ علي، إحنا نقول لك عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام، بس وهدية لكم هذه التضحية والخدمة اللي تبذلونها من أجل مظلومية أهل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحن نقوم بشعيرة حسينية ولا وهي نقل الإمام من سجن البصرة إلى سجن بغداد. نعم. على عهد النظام العباسي المقبور. نعم. وإحنا نقوم بهذه الشعيرة تذكرة للناس وشعيرة حسينية ولا هي والاستثابة من خلال هذه الشعيرة. نعم. أخ علي كم يوم راح تستغرق الرحلة مالتكم؟ طول 21 يوم. نعم. الآن إحنا يعني اليوم نقول 28 نيسان، يعني راح توصلون إن شاء الله إلى 25 رجب. نعم. يعني احنا اليوم 28/4/2015. نعم. راح توصل 25 رجب. نعم. هي وفاة موسى الكاظم. نعم نعم بالزيارة. أخ علي شو تحب يعني الآن الجهات الأمنية متعاونة وياكم الناس شو يعني؟ والله العظيم كلها متعاونة والحمد لله والشكر، وأكل مبذول بالشارع وخير من الله ومبيت، بس نحن نذكر الشيعة. نعم. ألا وهي زيارة الإمام موسى الكاظم. نعم. الزيارة زيارة، التحدي ضد الطاغية وضد داعش، وهي ألا هي زيارة أهل البيت. إذن هي رسالة للدواعش؟ نعم نعم. حجينا احنا نشكرك أخ علي،
حجينا الفاضل السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظك الله يعزك. قل لك هنيئا لك هاي الخدمه. هل هي رساله للدواعش؟ شو تقول لهم الدواعش؟ الدواعش ندوس على رؤوسهم. بالبعران. بالبعران ان شاء الله. والخيل. ان شاء الله. حياك الله. حياك عبد الحسين علي العيبي. عبد الحسين شنو شعورك وانت الان احد اعضاء هذا الموكب؟ احنا نعظم الشعائر الحسينيه ومناسبه وفاه موسى الكاظم. ان شاء الله. موفقين. اذا اعزائي المشاهدين احنا راح نتواصل معكم هذه التغطيه الخاصه لموكب الظهور المقدس، فكونوا معنا من على قناه الزهراء والمهدي الفضائي. موسى بن جعفر تميز كاظم الغضيب صفاته ولا سجون الطاغي ساعة بدلت سيرة حياته دمعته للفرج يحسب ليالي وبالفرج يدري مماته أيام قمرة الأشرار ظلمتها ليل نهار الشمس ما حرم وبيا ذنب ما شاء الله صيح هذا الغريب من ينهى اكتب اسمك بسجل الحجة نهل راحة ما تبسجن مظلوم ما تبسجن مظلوم ويبقى ذنب مسلوم ويبقى ذنب مسلوم مرة على سجن للفرج مع قود ظن مرة أعوامي على سجن للفرج مع قود ظن شيعت المنتظرة تنشد يا هولي خبرها عنا ساعة السمعات اجابها طار شيبة شيرها منا الموعد الجمعة يقيلها شوفتي لينتهن أيام يا شيعة والميعاد قالهم جسر بغداد قالهم جسر بغداد نسكا ما شاء الله ويا ذنب هذا الغريب من ينهى الغريب
بسجن مظلوم ما. أعزائي المشاهدين، لازلنا من على قناة الزهرة والمهدي الفضائية نتواصل معكم، وهذه التغطية الخاصة لمراسيم ذكرى زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. الآن يقف معي السيد محمد، اهلا وسهلا بك سيدنا، ونقول لك عظم الله اجورنا واجورك بذكر استشهاد الامام موسى الكاظم عليه السلام. ماذا تقول في هذه اللحظات وانت تسير في هذا الموكب؟ والله نعزي الامه الاسلاميه باستشهاد الامام موسى الكاظم عليه السلام، وبهذه المناسبه نعزي مراجعنا العظام والامام المهدي عجل الله تعالى فرجه بهذه المناسبه الاليمه. الان هم متجهين الى بغداد. يتجهون الى بغداد؟ نعم. رحلتهم راح تصير 25 يوم. اي ان شاء الله. شو تقول للدواعش؟ هل هي رساله للدواعش؟ والله يا رساله للدواعش، غصبا على الدواعش وعلى الطاغيه عزه الدوري المنعول، وعلى ونريد من الحجز الشعبي ان شاء الله يوصلون ان شاء الله الزياره المليونيه ان شاء الله تقيم ب 25 رجب ان شاء الله. نسألكم ان شاء الله الدعاء للجميع ان شاء الله، ونتمنى لك الخير والتوفيق. الله يبارك فيك، رحم الله والديك، مشكورين. اعزائي المشاهدين، طبعا الموكب يضم مجموعه كبيره من النساء. لا تقف معي خادمه الامام موسى الكاظم وخادمه زينب عليه السلام. السلام عليكم زايره. وعليكم السلام ورحمه الله. ان شاء الله زياره مقبوله ان شاء الله. لنا ولكم. شو تشوفين انت هذا مشي هذا الطريق 400 كيلو؟ انا صايمه اليوم وما عدني، بس من شفت الموكب بعد صار عندي حماس انا وحجي، وان شاء الله نوصل. اي والله لا لا الكويت ونرجع وان شاء الله. ان شاء الله موفقه موفقه. والله السلام عليكم حجيه، نقول لك ان شاء الله موفقه. انت قاعد تمشين ويا الموكب وشايل هذا الطفل ان شاء الله. شو تشوفين ان شاء الله؟ والله خير من الله ورحمه، المعنويات زينه وهذا الموزعون ورحمه ان شاء الله. ما تعبانه؟ لا الحمد لله. وش ان شاء الله توصيل بسلامه. أعزائي المشاهدين، بهذه الكلمات طبعا اليوم هذه رسالتنا، هي كانت مع موكب الظهور المقدس الذي انطلق من جنوب العراق متجها إلى مدينة الكاظمية في بغداد بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. أعزائي المشاهدين، إلى أن نلتقيكم في رسالة أخرى إن شاء الله من مراسيم زيارة الإمام الكاظم عليه السلام. صوتي الحزن من بعد ينعى ويخلى أهل المدينة الكيل تسمع ويتعنى القبر طه نبيه.